للتاريخ عبقه وعبق التاريخ في هذا المتحف التاريخي التفسيري بولاية بوجدورة الصحراوية يفوح أصالة وفخرا بانتماء شعب أصيل لوطن، وإن غيبته إرادة الاحتلال ظاهريا فإن الإرادة المأكثة في جوف التاريخ أقوى وأبقى. هذا المتحف عندنا يحث على الجانب الثقافي عامة، يعكس في المراحل كاملة، في مراحل نهون كاملة في اللوجو تطورها الحمد لله من الساعة الجي نهون من 74 ولا 75 إلى يومنا هذا. هذه المرحلة نحن ما عندنا فيها انقطاع، كي قال الزعيم الراحل يرحمه عنها وغادية لا رجع فيها، نحن مستمرين فيها إلى منتهى يعني أي وقت. تنوع ثقافي وآخر طبيعي تجسده الأجنحة الأربعة المكونة لهذا المتحف الذي أنشئ بشراكة صحراوية جزائرية. عندنا فيها حتى المسائل كاملة، أنواع الأصدار اللي عندنا في الصحراء وأنواع الصخور وأنواع اللي كامل يجي هنا من المناطق المحررة، يعني هذا كامل ينسجم ودايرينه هنا تياها ومرتبينه ومنظمينه في اللوحات المعلقة كيف شفتوا مسبقا. قضية الصيد عندنا أنواع الأسماك اللي توجد واللي منتهبها ضريك المغرب ويتجر بها مع أوروبا ومع أي بلد، خيرات الصحراء كيف الفصفات وكيف أنواع الحوت وكيف عندنا هنا تيا الحمد لله هذا كامل متواجد ومشروح في اللوحات. يلخص كل جناح بإسهاب تاريخ شعب عظيم وتشهد على عراقته وانتمائه للثقافة الصحراوية الراسخة منذ فجر التاريخ شواهد خالصة عن عادات الصحراويين وتقاليد لا تخطئها عين الباحثين العدول ولا حتى المتنكرين لها زورا. أن تكون مقاوماً يعني أنك توثق لتاريخك وعاداتك وتقاليدك، والتاريخ هنا في هذا المتحف التفسيري في ولاية بوجدورة الصحراوية يتحدث بكل لغات العالم. هنا التاريخ يبعث برسائل لكل العالم، مفادها أن هذا الشعب مقاوم وسيقاوم ثم يقاوم، إما نصر وإما شهادة، وما هذه الشواهد التاريخية التي خلفي والتي أمامي إلا شاهد من نزر يسير على مسيرة شعب عظيم. موفد الشروق نيوز إلى الأراضي الصحراوية، محمد سليم حمادي.